بهالفيديو القصير اليوم انا حاشرح لكم كيف فيكم تدخلوا للفارمايند جيم لتعملوا ايفالويشن لخبراتكم الدوائيه. طبعا اذا كان جهازك داعم للاندرويد غير اذا كان جهازك هو مثلا ايفون او ايباد. ف هنحكي اول شيء عن الاجهزه الداعمه للاندرويد. طبعا فيكم انتم تحملوا فارمايند من جوجل بلاي، بتفوتوا على جوجل بلاي وتدوروا عليه، بتكتبوا فارمايند بعدين بتعملوا له انستليشن. إذا ما كان طبعاً عندكم جوجل بلاي بتفوتوا على farmind.net بعدين تضغطوا على هذا الزر اللي انتو شايفينه هون اللي بيكون بالزاوية من الموبايل، طبعاً بتدخلوا بعدين تضغطوا على زر install وطبعاً بينزل عندكم التطبيق. هلا وقت تفتحوا التطبيق بتدخلوا على تبويب اسمه pharmacy training game ضمن التطبيق، وبعد ما يعني تضغطوا على هالتبويب هذا بتدخلوا الايميل، عفواً تدخلوا اليوزر نيم والباسورد الخاصين بالفارماسي جيم يلي فعلوا لكم اياها فريقنا، بعدين بتعملوا لوج ان وبتدخلوا لداخل سيستم اللعبه الدوائيه وضمن موقعنا اللي هو فارمايند اكسترا. رح اورجيكم اياه farmind.net/farmindextra. حتقدروا تشوفوا هون في فيديو انا شارح فيه كيف انكم انتم تتعاملوا مع الفارماسي جيم. طبعا هذا الفيديو شوفوه، ما هي اللعبه الدوائيه التعليميه بتقروها هي وبتشوفوا الفيديو كتير سهل. طبعا في فيديوهات ثانيه فيكم تشوفوها. ف بالنسبه للطريقة الدخول عبر اجهزه الاندرويد هي بتكون بهالطريقه هي. طبعا فريقنا هو يخصص لكم يوزر نيم وباسورد خاصين فيكم للدخول للجيم. هلا لو كان عندكم لابتوب او كمبيوتر او جهاز داعم ل تطبيقات الاي او اس مثل مثلا الايفون او الايباد الى اخره، فبتدخلوا مباشره لموقعنا farmind.net تضغطوا على هذا التبويب وبعدين بتضغطوا على play and learn ومباشره بيظهر عندكم هالشاشه هي نفسها اللي هي ادخل اليوزر نيم والباسورد اللي نفسهم اللي خصصوا لكم اياها فريقنا واللي بعثوا لكم اياها، تمام، واتممتوا تسجيل اوكي. بعدين بتضغطوا على اللوج ان وبتدخلوا لسيستم الفارماسي جيم وبتعملوا المراحل الموجوده ضمن هالجيم هي. كل مرحله فيها 50 ل 100 سؤال تفاعلي لتقييم خبراتكم الدوائيه، تمام. فهذا الفيديو كتير واضح وبسيط فيكم انتم تشوفوه باي وقت. وطبعا طريقه الدخول للفارماسي جيم هي بالاصل مشروحه موجوده ضمن سيستم فارمايند. طبعا انتم هون وقت تدخلوا على السيستم بتشوفوا مثلا التطبيقات، بتشوفوا مثلا المواد التعليميه، اللعبه الدوائيه التعليميه، كلها هالازرار هي تفاعليه وتضغطوا عليها فيكم انتم يعني تقرأوا طريقة مثلا هون دخول اللعبة الدوائية التعليمية، تمام. بس أنا عملت لكم إياه الفيديو لأني أنا فتحت أوريدي الطريقة وشرحت لكم إياه بشكل فيديو، تمام. Thank you really for watching and stay tuned.